انا طبعا شاكر جدا للدعوه الكريمه وشاكر للكليه والمركز الاعلام للدلتا وشاكر ليكم انتم اولا انكم تيجوا تسمعوا الحلقه. انا مش هتكلم كتير يعني انا هتكلم حاجات صغيره نعرف ايه الحكايه والاسئله اللي هتخطر على بالكم نجاوب عليها. بدايه الحاجه انا من الناس اللي بتؤمن بالاداره العلميه. الفرق بيننا وبين دول العالم كله المتقدم محمد ان احنا الاداره عندنا كانت شبه ريفيه، الاداره هناك علميه. النهارده انا بشوف ان بدايه اداره علميه، هم قالوا لي الساعه 11 هتبقى قاعد على المنصه وتمسك الميكروفون الساعه 11 دلوقتي. ده بدايه كلام انه الدوله بتتغير، انه في اداره علميه. ده يعني ده انا بشكر على القائمين المنظمين على ده، على الاداره العلميه. لان احنا قبل كده عاده نقول ايه؟ ان شاء الله نجينا بعد الظهر. بعد الظهر ده ممتد من بعد الساعه 12 و5 لثاني يوم الساعه 12 ضد المنطق. يعني انا استنى امتى اجي امتى؟ بره العالم كله معروف، انا والله الساعه 4 و10 دقائق هكون عندك 4 و10 دقائق. انا لفيت بص بلاد العالم. لما باجي اقدم النهارده معاد لواحد اقول له والله في ديسمبر 2015 انا هبقى في اسبانيا يوم كذا. نقدر نتقابل؟ يفتح الاجنده عنده ويقول لي لا خلينا يوم 16 لان يوم 15 انا مشغول راجع مش عارف منين. هنا تقول له نتقابل بعد الظهر او الساعه كذا، يقول لك طب مش عارف، طب كلمنا قبلها بساعه نشوف في ايه. يا عم انت مش عارف عندك النهارده ايه؟ ضد المنطق. المنطق انما مخطط للعالم قدامي سنه وسنتين وثلاثه، هو ده الفرق بيننا وبين العالم. طيب نرجع بقى لموضوع المحاضره او الندوه الاساسي قناه السويس. ندي شويه معلومات كده مبدئيا عن قناه السويس. احنا كمان كام يوم هيبقى 25 ابريل اللي بنحتفل بيه بتحرير سيناء. بالمناسبة قناة السويس تم تفكير فيها ان انا احفر قناة تقوم بالاتصال بين البحر الابيض والبحر الاحمر. الكلام ده من ايام سيدنا عمر بن الخطاب، وجه في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز، وجه قبليه في عهد عمرو بن العاص، وجه في عهود كتيرة. انما اللي قام لا، وبالمناسبة محمد علي مسك حكم مصر مدة 44 سنة من 1805 ل 1849. كانوا الناس بيتحايلوا عليه يحفر قناة السويس، قال لا مش عاوز وجع دماغ. قناة السويس دي لو اتحفرت مصر أصبحت هدف لكل اللي جاي من الغرب، فأنا مش عاوز دي، خلينا يا عم كده. لذلك لما مات بعديه ابن إبراهيم كان مسك، بعديه عباس حلمي الأول، جه الخديوي سعيد ابتدى يتكلم معاه الخواجه الفرنسي ديليسيرس على انه يبتدي في حفر قناه السويس. اول معور، اول فاس انضرب في حفر قناه السويس انضرب في مدينه بورسعيد. اياميها كان اسمها مدينه الفرمه. بورت سعيد يعني ميناء سعيد. سموها ليه بورت سعيد؟ لان طبعا احنا واخدين على العاده الفرعونيه. احنا في عهد الرئيس فلان يبقى الحاجه تسمى باسمه، كلام منطقي. فالخديوي سعيد موجود، اتحفرت ده كذا يبقى يتسمى ميناء بورسعيد. انضرب اول فاس فيها وافتتاح خمسه، شوف المصادفه بقى، 25 ابريل 1859 ده اول فاس. واحنا جينا حررناه بعد كده 25 ابريل 82. يعني هي دي بس ربط التواريخ دول. طيب ادانت بورسعيد، قعدوا يبنوا في قناة السويس ديت حوالي 10 سنوات من 1859 ل 1869. تم افتتاحها لأن الخديوي سعيد مات سنة 63 ومسك الإرهاب 63 الخديوي إسماعيل. الخديوي إسماعيل ده بالمناسبة مظلوم في التاريخ، ده من أعظم القادة اللي هم حكموا مصر. يعني لما تشوف كده اللي حكم مصر وناس اثرت فيها تاريخيا وسياسيا واقتصاديا هنلاقي ابرز ثلاثه محمد علي، الخديوي اسماعيل، انور السادات. في قاده عظام، مصطفى النحاس من سمنود انا بعتبره من اعظم السياسيين اللي انجبتهم مصر، جمال عبد الناصر حاجه عملاق. انما في الاخر الثلاثه اللي اثروا في مصر في الحته دي، الثلاثه دول بالمناسبه الثلاثه دول ما خدوش حظهم من التاريخ. بالمناسبة التلاتة دول جنازتهم ما كانتش جنازات شعبية. بالمناسبة التلاتة دول الناس عرفوا قيمتهم بعديها بعشرات السنوات.
ده بس ايه حته التاريخ. جه بعد كده كانوا خلصوا حفر بورسعيد اللي هي كانت ارض الفارما، دخلوا يحفر الاسماعيليه، كان الخديوي اسماعيل موجود فلازم يسمي الحاجه على اسمه، فبقت مدينه الاسماعيليه لحد ما الخديوي سعيد الخديوي اسماعيل مشى. كانت قناه السويس محطه السويس ارض كانت موجوده، وتم الافتتاح في عهد الخديوي اسماعيل. تم الافتتاح، كان عامل افتتاح اسطوري. دول العالم اياميها لا تتجاوز عدد دول العالم 82 دوله، ال 82 دوله بالقناصل بتاعتهم بملوكهم برؤسائهم كانوا موجودين في قناه السويس. لما جت قناه السويس تتفتح لانها حاجه عملاقه موجوده، ابتدى يغير المناخ والفكر بتاع الناس اللي موجودين. ما ينفعش يعمل قناه السويس تبقى موجوده وهو كان راجل مهووس بالغرب، يعني كان يحول مصر قطعه من اوروبا. بالمناسبه انا معايا ورقه موجوده، ودي موجوده في مجلس النواب الفرنسي، احد الناس اللي كانوا مرشحين يبقى عمده باريس زي محافظ القاهره هنا كده سنه 1872. الراجل ده هناك المحافظين بالانتخاب مش زينا بالتعيين، فعامل برنامج انتخابي وبيكلم الناس فعاوز يدغدغ مشاعرهم ويقول لهم ان انا هبقى راجل كويس وحاجه جامده. فقال ايه؟ ساجعل مدينه باريس خلال 3 سنوات لو توليت العموديه اللي هو زي المحافظ عندنا في نظافه القاره. الورقه دي مسجله في مجلس النواب عنده 1872. قال لو انا توليت، شوف بقى طبعا الناس زي عضو مجلس الشعب بيجي يقول لك ان شاء الله الشوارع هتتزفلت وهتاكلوا لحمه وهتركبوا عربيه والناس زي الفل وكلام من ده، ممكن يتحقق وممكن ما يتحققش. فكون انه قال الجمله دي يعني كانت من الممكن انها لا تتحقق بالكامل، انما في الاخر شوف القاهره كانت فين. الكلام ده 1872، يعني ده تاريخ لازم نبقى عارفينه. طيب لما جه فتح قناه السويس الاحتفال الاسطوري كان موجود، عمل جنبيها حاجات هنا كانت حاجه اسمها القاهره الخديويه اللي هي عندنا في القاهره نقول وسط البلد، اللي هو شارع عماد الدين وشارع الشريف و26 يوليو وشارع عدل وسليمان. تلاقي العمارات هناك شكلها مبهر ومحترم. لما جه يبني الكلام ده بناه اثناء الشغل في قناه السويس. ليه؟ علشان لما يجي الناس يشوفوا القاهره، ما الناس مش هتروح قعدت هناك عملت احتفال وجم على القاهره يقعدوا في مقر الحكم. مقر الحكم بالمناسبه قبل الخديوي اسماعيل كان في القلعه فوق، اللي هو زي فيلم الناصر صلاح الدين كده وقاعدين في القلعه فوق، هو اللي بنى قصر عابدين واتبنت في المنطقه دي لان كان اسمها كانت منطقه بتاعت عابدين باشا، وخدها وبنى القصر اللي هو بقى قصر الحكم بعد كده. بنى جنبيها الاوبرا. مصر الدوله الثانيه بعد انجلترا اللي فيها الاوبرا. دخل السكه الحديد، السكه الحديد دخلت في العالم في انجلترا 1863، أول سكة حديد اتعملت في العالم كله في انجلترا. كانت طول القضيب بتاع القطر أو طول المسافة اللي كانت موجودة 22 كيلو. تاني دولة في العالم كانت المملكة المصرية أو الخديوية المصرية أيامها أو مصر. 1866 بطول 63 كيلو، هو هناك عملها في انجلترا 22 كيلو، هنا العظمه والعبقريه، بطول 63 كيلو، دي اول سكه حديد او يعني اول سكه حديد قطر، انما ثاني سكه حديد في العالم بعد انجلترا. شوف هم حالهم ايه واحنا حالنا ايه وهنقول ليه كده. يبقى احنا كنا اول دوله في النظافه على مستوى العالم، كنا الدولة الثانية اللي دخل فيها السكة الحديد، الدولة الثانية اللي دخل فيها الأوبرا على مستوى العالم، والأوبرا ده شيء عبقري، شيء عبقري جدا إن أنت تشوف فنون مختلفة حاجة عبقرية. وبالمناسبة أوبرا حيدر اللي كانت اتعملت أياميها، فيردي اللي عملها ده راجل شاعر ألماني، الأوبرا اللي عملها على القدماء المصريين. حكايتها باختصار شديد إن في واحد من المجندين اتحول بقى رئيس الجيش، حد واحده ابوها كان من الاعداء، فلما تم اسره طبعا بقى الخلاف والنزاع هنا، هو يسيب ابوها ولا لا علشان بيحبها او كذا. بنت الملك كانت بتحبه،
انت ليه يعني دي اختصار فرصة عايزة معلش اصلا انا بعمل ثلاثة الاشياء في حياتي قراءة واطلاع والسفر من ضمن الاطلاع واحضر الاوبرا والموسيقى العربية واشرب نسكافيه بلاد لما اتفتح هو ده لما جاء خضار اسماعيل يبني القاهرة الخضروية والقاهرة القديمة طبعا احنا كانت عيشة كان ادخل بيت او اطلع العمارة الدنيا كانت تكلف 80 90 جنيه 100 جنيه 110 جنيه ده حاجة يعني فخمة قوي وزع الاراضي على الاعيان بتاعة العمارات مجانا شوفوا الفكرة راجل عبقري فالناس طبعا زينا اقول ايه ده مجانا وانت بتاخد وبتعمل ومال الشعب كلام الطيب ده هو تتجاوز الستة بأشهر بس بشرط ما يتصرفش على اي عمارة اقل من 1000 جنيه 1000 جنيه يعني اياميها اضرب لو العمارة 100 10 عمارات فقط بعضين لذلك تلاقي عمارات وسط البلد كلها المداخل بالرخام والمرمر طب خلاص الفلوس بقت ب 300 يوم جايب تماثيل حاططها فوق العماره وتماثيل من بره الرخام واسانسيرات ينضفها ومناور مش يعني والخشب يبقى نوعه ايه وهكذا علشان يخلي القاهره افضل من باريس في ذلك الوقت. قناه السويس الطول بتاعها حاليا لان دخل عليها مجموعه من التوسعات الطول بتاعها 172 كيلو ميه و192 كيلو القناة كلها لان في 10 في بورسعيد و10 في السويس معديه هي بتربط كده المحافظات اللي عليها بورسعيد اسماعيليه السويس الطول 192 كيلو عدد دول العالم حاليا 193 دوله 60% من دول العالم يعني حوالي 105 دوله 106 دوله ليها مراكب بتعدي قناة السويس 22% من حاويات العالم حاويات العالم اللي هي التجاره يعني اللي هو زي بتاع الحديد كده اللي بتشوفه الصندوق الحديد على الحاويات بتاعته اسمها الحاويات حاويات العالم 22% منها بيعدي قناة السويس يعني دي اهميه يعني في 60% من دول العالم تعرف اسم مصر عن طريق قناة السويس مدي مثلا كل مصر المحافظات كلها بتركب حاجه من القاهره اسمها موقف عطول كل مصر عارفه موقف عطول الاسم بيتردد اول ما اقول لك عطول تقول انت كل الموقف يعني اسم يتردد فلما احنا ما استغلناش الاسم ده الاستغلال الامثل ان 60% من دول العالم عارفه قناة سويس فين في ايجيبت يعني انت اتعرفت اوتوماتيك عملت دعايه من غير ما تقول يبقى الطول 192 كيلو حضرتك ماسكه ثلاث محافظات على الضفه الغربيه عندنا بورسعيد اسماعيليه السويس الناحيه الثانيه شمال وجنوب سيناء. طيب اهميه قناة السويس ايه؟ ايه يعني احنا عايزين نقول قناة السويس ايه؟ الكلام ده ليه اهميه ولا اي كلام كده بنصبر نفسينا؟ لا ليها اهميه. لما نقول 60% من دول العالم ليها مراكب بتعدي فيها يبقى ليها اهميه. لما نقول 22% من حاويات العالم بتعدي فيها يبقى ليها اهميه. لما نقول انها بتربط الشرق بالغرب وقفلت المسافه اذا كانت الناس تيجي لو حد فيكم يعني كده يراجع شويه مذاكره التاريخ كده في سنه 1798 دخلت مصر حاجه كده اسمها الحمله الفرنسيه قعدت ثلاث سنوات من 1798 ل 1801 لما سالوا فرنسا اتجهت للحمله دي نابليون فرنسا كان عندها هدف اساسي طريق التجارة بين الشرق والغرب او بين انجلترا واهم مستعمراتها في الهند فتيجي مصر ناصية في العالم كله واخدة الناصية دي اللي موجودة اقطع التجارة اللي معدي زي ما اطلع كده اقطع الطريق خلاص اللي هيعدي لازم اخد منه حاجة يبقى دي اهمية قناة السويس ما كانتش لسه القناة اتبنت كنت علشان تيجي بتمشي حاجه اسمها طريق راس الرجاء الصالح اللي هو تنزل بره افريقيا تحت خالص قلب وتقوم معدي كده من عند المحيط وطالع تاني عليه دي كانت تاخد لها الرحله دي حوالي 42 43 يوم بالمناسبه كانت السودان علشان تبعت لنا الجمال تيجي عندنا كانت تمشي 40 يوم لذلك احنا عندنا حته في اخر مصر كده في محافظه اسوان في شرق الويناء اسمها ضرب ال40
اللي هو 40 يوم الجمال بتمشي فيه لحد ما تصل لمصر. طيب مصر فيها اهميه قطر، احنا استغليناها؟ لا طبعا لا، احنا استعملنا معها قناه السويس اعتبارا من 1869 تاريخ افتتاحها لحد النهارده، يعني بنتكلم في 145 سنه. ال 145 146 سنه اتعاملنا مع قناه السويس بصفتنا قمصري. قمصري يعني ايه؟ الراجل يعدي يقطع القسطره بتاعته. حتى قمصري خايف، مش قمصري مصري. القمصري المصري بيركب في الاوتوبيس ناس كده بتبيع ناس تريفيليا وبتبيع بيه ناس شعر ونداره ولبان واي كلام من ده. احنا ما عندناش حد. احنا ما بنتعاملش كده. حتى الاوتوبيس لما بيقف على المحطه اي محطه بيبقى عليها شارع، الكشك بيبيع قرايب وكارت محمول ومشاغه ولجان وهولس والكلام ده، ما عندناش الليله دي. احنا عندنا كانت المراكب بتعدي في 172 كيلو بالكلاشينكوف واقف اعمل للناس كده، يا دوبك المركب ياخد ديله في اسنانه ويجري. طيب نشوف دول العالم عملت ايه. في عندنا قناه احنا قلنا ان احنا طولنا 192 كيلو، قناه السويس بتدخل لمصر سنويا من خمسه لخمسه ونص مليار دولار. قيمه تذاكر الناس القنصليه اللي بيعدوا، كل مركب معدي اخد التذكره منه اصاب ايده وخلاص على كده. نشوف دول العالم التاني، في قناه مشابهه اسمها قناه بنما. قناه بنما الطول بتاعها 22 كيلو. كم دوله بتعدي عليها؟ 3 دول بس. انت 60% من دول العالم، يعني فوق ال 105 دوله بيعدوا عليها. هي بتطلع سنويا قد ايه فلوس؟ 25 مليار دولار. انت بتطلع خمس، تمام، انت بتطلع خمس، يعني هي قدينا خمس مرات. طب دي احنا يعني خايبين؟ هم شاطرين قوي؟ لا احنا خايبين. هم عدوا. هو عادي، بس هو بيعمل حاجه بقى اللي هي هتتعمل دلوقتي، اللي انا حكيته ده كله عشان المدخل ان احنا نعمل ايه دلوقتي؟ نستفيد بايه؟ بالمناسبه الضفه الثانيه من القناه سينا، قلنا شمال وجنوب سينا. سينا كلها مساحتها 62,000 كيلو متر، يعني 6.2% من مساحه مصر. مصر مساحتها 1,000,000 كيلو متر مربع. دي مساحة مصر كده 1,000,000 كيلو متر مربع. سينا 6.2%. بالمناسبة اللي احنا قاعدين فيه كلنا، كل 100 مليون اللي قاعدين فيه، الجزء المعمور مننا 5.8%. يعني لو احنا رحنا كلنا قعدنا في سينا، تبقى سينا مبحثة علينا وسايبين مصر فقط. طب يا اسطى في كده في الدنيا؟ في واحد يبقى عنده 1,000,000 كيلو متر مربع يقول لك بنبيع المتر ب 3,000 جنيه، ازاي يعني؟ ازاي يا مجرم؟ ده الدنيا حاجه ماشي، ده حاجه احنا ماشيين نقول كده شويه الحاجات كده اللي عندنا. يبقى لما جه احنا في بس خلط عند بعض الناس بين مشروعين، مشروع توسيع قناه السويس ومشروع تنميه محور قناه السويس. توسيع قناه السويس اللي هو الرئيس السيسي اعلن فيه انه هيبتدي من اغسطس نعمل توسيع قناه السويس. توسيع قناه السويس يعني ايه؟ احنا قلنا طول القناه 192 كيلو متر، منهم 172 في الميه. في منطقه داخله فيها ارسمها كده بالراحه معلش عشان ايه؟ دي مهمه جدا. لا يا فندم. ادي قناة السويس كده. الحتة دي اللي موجودة دي اللي هي طالعة من فوق دي، ده الممر بتاعنا اللي قناة السويس بتعدي فيه المراكب. الحتة دي طولها 34 كيلو. 34 كيلو من البحيرات المرة اللي تضيف اسوار. اللي هي في الاسماعيليه. طب انا هعمل ايه؟ المشروع دوت ان انا الحته اللي فوق دي هحفر جنبيها اللي تحت وتبقى قناه السويس رايح جاي كلها في اتساع واحد. ده يفيدني في ايه؟ بالمناسبه الحته الضيقه ديت، الحته الضيقه اللي هي دي اللي بتعلم عليها ديت اللي نفعت مصر في حرب اكتوبر 73. بتشوفوا جميع الافلام كل الرصاصه لا تزال في جيبي بدور الكلام بتاع الصيف ده اللي هو 6 اكتوبر معدنا معاه
مع سيادة اللواء محمود ياسين، كان سيادة اللواء بيجي يرمر اللي هو الكباري، رؤوس الكباري، لأن دي أضعف حتة موجودة أو أقل حتة، كان يرمي الكباري توصل بسرعة، فالناس دخلوا بسرعة وابتدوا يتحركوا من الإسماعيلية، جزء شمال يروح السويس وجزء يمين يروح بورسعيد. فأنت النهاردة لما تروح سعدية تلاقي اسمه مشروع توسيع قناة السويس، ده اللي أعلن اللي هو الدول علشان أخلي الطريق رايح يعني. احنا كانت المراكب بتيجي اللي جاي من هنا يقف عند الحته دي شويه، عند اللي جاي يعدي يرجع هو يمشي تاني، اللي جاي من هناك وهكذا. فانت لما توسعت تقول الاثنين رايحين جايين، يعني عندنا شارع ماشي واسع وجبتين مبنيين في الشارع ده، فنستنى ده هنشيل البيتين يبقى احنا ماشيين. ده توسيع قناه السويس، ده اللي هو القناة الجديدة، هي مش قناة جديدة، هي توسيع للقناة القديمة. ده اللي اتلم عليه في أغسطس 64 مليار جنيه في 8 أيام. دوت بالإضافة إلى بقى سينا اللي بيربطها بمصر إيه؟ حاجتين اتنين، في حاجة اسمها كوبري السلام في بورسعيد تعدي من عليه، وفي من السويس نفع الشهيد أحمد حق. طب أنا في الإسماعيلية عاوز أروح فين؟ معرفش أروح غير بالمعدية. طب أنا مش موجود في بورسعيد جنب كوبري السلام في حته ثانيه بعيده، لا لازم تروح لكوبري السلام. فكان احنا قدمنا مقترح، الكلام ده كان في نهايات 2010 حوالي يوليو 2010 لوزاره التنظيف، انه لازم اربط الثلاث محطات دول بسينا على الاقل بست انفاق وكباري. كانت عندنا نفق الشهيد احمد حمدي ومضربين نفق تاني في السويس، واثنين في الاسماعيليه واثنين في بورسعيد. يبقى عندي ست انفاق وعندي كوبري السلام موجود. ده يساعد في ايه؟ انا النهارده لما اجي اقول لك روح سينا، يا مشوار بعيد ولسه وبتاع، انما لما هتلاقي عربيات تاخدك من هنا كيك تطلع على هناك يبقى كلام محترم. طيب وصلت سينا يعني اقدر اوصل شرم الشيخ على طول. انا مفروض اعمل طريق او الجسر اللي هو 24 كيلو بين مصر والسعودية. ربطت مصر والسعودية بجسر موجود، ده معناه ان انا زودت التجارة بتاعتهم. يبقى عندي بضاعة هنا، بضاعة المحلة، لما اجي اخد الفرق والمشاكير والاحرام وخلافه اقدر من هنا كده اقوم راكب طالع السويس، ضرب النفق، طالع هناك، بقيت في كذا، اخد الجسر ابقى في قلب السعودية جوه. مش نقدر نبيع لهم الحاجة بتاعتنا موجودة، نقدر نبيع، أزود التجارة. طب هم عندهم هناك كده ناس طيبين عاوزين يجوا يسهروا في قلب مصر من السعودية، يجوا لنا على طول بدل ما نستنى عبارة والناس تقع وعبارة السلام و1100 واحد يقف ويحرك. طب عنده ناس هناك عاوزين يجوا يتعلموا في الجامعات المصرية، يبقى يقدر ها أي طريق في العالم يتبني، ده معناها شريان الحياة. شريان الحياه يعني انا بحط شرايين جديده في جسم الانسان، تلاقيه شر الضغط الدم متدفق فيه، اما ابني طريق يبقى ببني شمال ويمين، يبقى ببني عمارات، ببني محلات، ببني قرى، ببني طرق، ببني اقتصاديات في مصانع، اي طريق. من غير الطريق ده يبقى احنا بنتكلم كلام فارغ وبرضه قاعدين باصين تحت رجلينا. ده كلام يعني ايه؟ ابجديات عمل في الاقتصاد. البنية الأساسية هي بداية عمل اقتصاد قوي ومتطور للعالم كله. طيب يبقى ده احنا النهارده تقنية المكتب. طبعا ده بس الأول كده قناة السويس. أنا لما وسعها قلنا هنستفيد حاجة، عدد المراكب اللي هتعدى أكتر. في مراكب اسمها أمهات السفن، أمهات السفن اللي هي إيه؟ السفينة الكبيرة أوي. ما كانتش تقدر تعدي لأنها تيجي تعدي في الحتة الواسعة أوكي. لما تيجي تضيق مش هتخش فين؟ زي عربيه نقل دخلت في عرب صغيره مش شايفها كانت تمشي في الشارع الكبير. فلما اعملها يبقى انا هكسب مجموعه كبيره من السفن اللي هي امهات السفن اللي ما كانتش بتعدي عني اتعدت. حلو قوي. الثاني بدل ما كان بيقعد له 18 و19 ساعه يبقى ياخد له من 3 ل4 ساعات موجودين. يبقى السرعه تمشي اكتر، يبقى عدد المراكب اكتر، يبقى التذاكر تحصل اكتر. لو انا عملت كده بس طبعا ده حاجه كويسه، ابقى برضه كلام فارغ. كلام فارغ. احنا عاوزين نعمل اكتر من كده، اللي هو ايه بقى؟ الصناعات اللي تيجي، المركب ده وهو معدي ده بياخد ناس من الشرق للغرب. المركب ده فيه ناس بيفضل ماشي في البحر مثلا 20 يوم، 25 يوم، طبعا الرحله بتاعتي.
الناس اللي جوه الماركت دول بياكلوا ولا صايمين الطيارة بتاعتنا رعوب ميه وماركت؟ لا بياكل مش كده برضه؟ طيب بيشرب ميه زي دي ولا بيشرب هوا؟ بيشرب ميه. يبقى لو انا النهارده كل ماركت معديه اديت لكل واحد فيها بس ازازه ميه موجود، انا بعت لي كده فوق 60 مليون ازازه ميه، مصنعين لوحدهم يشتغلوا على الميه. واحد كده عاوز برضه يشرب وواحد كلف معاه، عارف مش كده؟ 60 مليون. واحد بسكوت معاه مش كده؟ واحد عيش، واحد خضار، اي حاجه، واحد تونه، اي حاجه موجوده. يبقى انا ما قلت له اللي هي خدمات التمويل بالاضافه لحاجه ثانيه. هو لما يجي يمول السفينه عندي لو انا منعت التعريف بتاع الجاز هيجي يمول السفينه عندي بالبترول بتاع الرفاهيه والسعر العالمي. السعر بقى حاجه كبخور بقى زي شوف السعر العالمي كام ما انا بديله فيه مش كده؟ طيب عندي حاجه ثانيه مهمه. انا العربي وانا ماشي كده ولو حد فيكم سافر بس على الصحراوي يعني رايح اسكندريه من القاهره مش بيجي يخش كده في ماستر ودينا ومش عارف ايه وواحد عمر ويقعد شويه يخش كده العيال يخش طاولتات الصراحه اشرب انا واحد السكوت ده اللي مش عارف اشربه ده مثلا الراجل يوم لما عملك العربيه مش كده؟ يطلع انت من كيلو برستين في ايده ينفق العجل مش كده برضه؟ والله ده الفلتر مش عارف ايه بتاع الهواء يقوم يصلحوا لك اللي هي الصيانه. الصيانه دي ناس بتشتغل فيها، احنا ما عندناش ده للاسف الشديد. احنا كنا نسيبه يجري كده زي كلاب الله يرتاح وكده بورسعيد جري يا عم اهدى. ما انت ما عندكش ما عملتش ورش في الصيانه، ما عملتش ورش في التمويل. لو فيلم عنده اتهرب في السفينه ما قلتلوش اركن يا عم وهنصلح لك الخرم بتاعك دوت ونشوف ايه وكذا. تكييفات هنشحنها لك تاني، انت ما عندكش الخدمات دي. طيب بالمناسبه المراكب عاده المراكب اللي بتعدي ديت المركب بيمشي في الميه ولا في الرمل؟ في الميه. ابجديات عمل ينفع يبقى بورصه السفن في الشرق الاوسط موجوده في حته اسمها جبل علي؟ جبل اذا كان ده هو مركب يا مولانا ماشي في الميه، هو انا جايب جمال جبل علي في الامارات هو ده اللي فيه بورصه السفن. طيب اصلاح وتخريب السفن موجوده في جبل علي مش عندنا. لا انا عندي بورسعيد اللي هي ليها المحور اللي واخده مصري على العلب مش موجود تاني، وانا ودي حاجتي ومراكبي من هنا اوديها لجبل علي تتصلح ازاي؟ يبقى انا اجيب الناس يبقى هنا موجوده عندي صناعه سفن، صناعه حاويات، تخريج سفن، تخريج حاويات، التخريج اللي هو التقطيعه والاستفاده بيه. بالمناسبه دوله تايلاند 35% من حاويات العلب ومراكب العلب هي شغاله في تقطيع السفن، هي ما عندهاش حديد وما عندهاش خامات حديد، انما بتصدر كل سنه 35 مليون طن حديد. بتصدرهم منين؟ من المراكب اللي واقعه بتجيبها من جميع بحار العالم عندها وعملت صناعه تخريج السفن، تجيبها والناس عندها ينزلوا يقطعوها ويطلع الروح حديث لوحدها اللي مش عارف البلاستيك لوحده ايه لوحده ايه لوحده زي العربيات كده المسروقه اللي بياخدوها في الشرعيه يقطعوها ناس زي كده يعني. بس احنا بنقطع عربيات هنا اشرب بس فدي صناعات مفروض تبقى موجوده هنا. حاجه ثانيه عمر النهارده اليابان جايه بتصدر كمبيوترات موجود على سبيل المثال لانجلترا. فاليابان هتيجي المركب هيطلع من عندها شايل الحاجات المهيئات في الكمبيوترات الكبيره ديت داخل عندنا البحر الاحمر يعدي قناه السويس على البحر الابيض يطلع على انجلترا وفرنسا واسبانيا واليونان وكلام. طيب لو انا جايب الكمبيوترات الكبيره ديت جايه جاهزه وراكبه يبقى كل كرتونه تاخد لها اثنين او ثلاثه كمبيوتر ب 10 كراتين يبقوا كذا مش كده؟ تكلفه السعر تبقى كذا. لو هو جه حط الكمبيوترات ديت وحطها جنب بعضيها حته كده وتيجي كده مش يبقى تكلفه نقل قليله؟ طب هو هناك مش عاوزها ولا عاوزينها هناك كامله ومجمعه. ينزل الكلام ده في الاسماعيليه عنده شباب كده زي حضراتكم يطلع بالمفكات ونشوف الصيانه ايه يركب دولك ونحطهم في فيل جنبيهم يبقى في صناعه للفيل اللي هنحط ده الكمبيوتر هنحط ده هنشيله كده على ايدينا ولا في كرتونه يبقى الراجل بتاع كراتين هيشتغل هنلفه بشرنك كده ولا هنسيبه مفتوح في الهواء يطيره هنلفه
مش كده؟ واحد بتاع بلاصة بيشتغل، يبقى عندنا اسمها صناعات تقنية موجودة. طيب احسن مانجا في العالم بالمناسبة في الهند، هي اللي بتورد معظم المانجا المركزة والحاجات دي اللي موجودة لدول العالم. نفس الكلام لو انا جاي من الهند امشي على المحيط انا بحر الاحمر اخش طبعا لما تشيل المركب 2 طن مانجا ده حاجه كبيره قوي. طب لو هي عصرته هناك وضربته فكره فناخده هنا في السويس وبورسعيد مش كده؟ نتحط عليه الميه ونعمل علب الكرتون ونعمل الشاليمات بتاعته وبتتعمل. مش انا هو وفر نقل وتكاليف وانا شغلت اعمال عندي؟ هي دي اسمها الصناعات التجميعيه. دول العالم كلها الكلام اللي انا بقوله ده ما فيهوش عبقريه بالمناسبه، ده كلام فارغ، ده كلام ده ابجديات عمل. زي ما اقول لعيب تقول ابتدائي 5 و6 بكام؟ فانا اقول له 30 فهو يعتقد ان انا جبار قوي، ومش حاسبه كلام فارغ، ده ابجديات العمل اللي كانت المفروض تتعمل خلال ال 145 سنه الماضيه. ما اتعملتش. انا من انصار ما نبصش لورا. يعني ايه؟ انا كنا في جامعة السربون فدخلنا الراجل اللي بيدرس لنا هو كان فرنساوي بس ديانة يهودي، فقال لنا الساعة كام؟ بصينا كلنا قلنا الساعة 2، قال لي اللي هيكلمني الساعة 1 يطلع بره. ما فهمناش. قال نكلم الساعة 4 نعمل ايه و5 نعمل ايه؟ انتوا احنا كنا 26 واحد عرب، احنا مزاريين وفرنسا وعراقيين وحاجات كده. قال انتوا تحبوا تتكلموا في الموضوع، احنا عاوزين نتكلم بكره في ايه؟ اللي هيكلمني الساعه 1 يخرج بره من المحطه. فبقينا حتى لما نيجي نقدم مثلا دراسه عاملين حاجه اقول له ده احنا عملنا كذا، يكون هو خد الدراسه فمديني اللم، فانا عاوز بقى ابريان له ان احنا برضه الخلفيه بتاعتنا عرفت ده احنا سهرنا الليالي وسهرنا الليالي والحقيقه بس لازم نعلم شغلنا يعني كده. يبص لي كده ويعمل كده خلاص هقول له الندوه الثانيه امتى؟ الدراسه الثانيه هنعمل ايه خلاص؟ فين؟ ايوه احنا من انصار انه 145 سنه عدوا خلاص ربنا رفعها. خلاص طب هنعمل ايه؟ هنروح نجيبه؟ هنطلع خلوص معينه ونجلده؟ هنطلع الناس دي ونجلدها؟ خلص ربنا رفعها. بكره هنعمل ايه؟ هو ده الكلام. ده بقى المشروع الثاني اللي اسمه تنميه نهر قناه السويس، ده يختلف عن توزيع قناه السويس. محور قناه السويس يعني بتكلم على 5 محافظات واحنا بعتنا من برضه من 2009 ان لازم يبقوا 6 محافظات. المحافظات السته ايه او الخمسه؟ بورسعيد، الاسماعيليه، السويس اللي هو الضفه الغربيه بتاعتنا اللي موجوده على قناه السويس. الثانيه شمال وجنوب سيناء، لازم يتعمل محافظه اسمها وسط سيناء. ليه وسط سيناء؟ مصر الدولة الثالثة على مستوى العالم في الثروة المحجرية والمعدنية، مش البترولية، المحجرية والمعدنية. يعني عندك الرملة البيضاء احنا اتكلمنا فيها قبل كده ونقول تاني، الرملة البيضاء دي موجودة متركزة في حتة اسمها أبو سنيمة في وسط سيناء. بيعملوا بيها إيه الرملة البيضاء؟ دول العالم شغاله بالطاقه الشمسيه، واحنا قاعدين نقول اصل واحنا هنخش الطاقه الشمسيه وكل واحد يطلع لام الشمسيه بتطول كده. طب لما مولانا الطاقه الشمسيه دي عباره عن ايه؟ خلايا بتتعمل علشان احطها فوق العمود الكهرباء اللي موجود في اي حته فوق الوزاره، تمتص الشمس تحولها لطاقه عندي ينور اللمبه اللي موجوده يا شباب. كلام محترم. الخليه دي يا مولانا بتتكون من ايه؟ من الرمله البيضاء. الرمله البيضاء موجوده فين؟ على 193 دوله، دولتين اللي فيها مصر والولايات المتحده الامريكيه. الولايات المتحده الامريكيه حاجه اسمها وادي السيليكون في غرب الولايات المتحده الامريكيه. الرمله اللي هناك تكفي اجيال، والرمله اللي عندنا اجيال. درجة النقاء يعني ايه؟ الزجاج اللي موجود فيها والزجاج اللي موجود هنا. درجة النقاء هناك 67.5%. احنا عندنا 98.5%، يعني احنا نخش كل الطب ونخش مع التعاون. على طول كده الرمل بتاعتك تخش مع التعاون، احنا رملتنا تخش كل الطب. 98.5%. طيب دي بتتاخد بتتعمل ايه؟ 3 مراحل بتعدي بيها. المرحلة الأولى مرحلة الغسيل. ان انا اغسل الرمل عشان اغسل الواحد 1.5% عن 98.5%. بالمناسبه مصر بتصدر الرمله دي بالطن، احنا الناس قريبه بنهدم الحاجات بتاعتنا بنصدرها بالطن. الطن مصدره
من 10 ل 12 دولار على الاقصى. طيب بياخدوه مننا كام دوله؟ اربع دول كبار، ايطاليا وتركيا واسرائيل والصين. بيعملوا فيهم ايه؟ الثلاث مراحل. المرحله الاولى ان يغسلوا في الغسيل، يفصل ده عن ده. طب اول ما يغسلوا يطلع المنتج ال 98.5 يرجع يبقى لنا احنا، يرجعوا لنا احنا بقى الطن اللي مديهوله ب 12 او 10 نقول ب 12 ب 230 دولار. يا حرام عليك. بس هو بس غسيل غسيل. بالمناسبه انا رحت تركيا، الغسيل بتاع الناحيه الثانيه، ما تركيا على البحر الابيض بتقف برضه يعني في المناسبة. يعني انا بعت الشارع اللي هو البحر يغسل الراجل هناك ويجيب. انا قلت مكنه الغسيل دي حاجه مثلا تكون 6 طن فلوس، ما احنا ما عندناش الكلام ده، ما فيش حاجه 2 مليون دولار بس. زي مكنة اللي هو في محطات البنزين، في مكان كده في القاهره تخش العربيه يغسل تطلع من الناحيه الثانيه نظيف. هو ده نفس الكلام، يدخل الرمل من هنا يطلع من الناحيه الثانيه، الاثنين الواحد ونص جرام وال 98.5 عندنا يرجع يبقى عود. طب احنا هناخده 230 نعمل بيه ايه؟ نعمل الازاز اللي موجود ده، ندخله على مصانع الازاز يعمل ازاز. طب احنا ساعات مش عارفين نجهد نفسينا ونقول له لا يا عم احنا نستورد ازاز بس. يبقى قيمة الطن يطلع منتجات زجاج 2000 دولار اللي احنا بايعينه ب 12. اسرائيل دولة ذكية ولازم نعترف. الكلام ده من المستثمرين يا دكتور. ما انا هقول لحضرتك على المدى البعيد. هقول لحضرتك احنا العقبة عندنا فين؟ الناس خسرت. طيب احنا عندنا بقى اسرائيل دولة انصح من الثلاث دول دول. تاخد الكلام ده تعمله شرائح كمبيوتر اللي موجوده تمام، والخلايا الشمسيه هي الصين. الطن بقى اللي احنا بعناه ب 12 اللي هو اشتريناه ب 230 بعد الغسيل، اللي هو اشتريناه منتج زجاج موجود ب 2021000 دولار. ابو 12 اللي احنا بعناه، واحد غسله باعوا لنا ب 230، واحد ثاني صنعه زاد باعوا لنا ب 2000. هما بقى اذكياء ولازم نعترف ان هو ذكي وانا اخد منه. تعالى يا عم ده انا صاحب الماده الخامه مولانا. السؤال بقى هنا اللي لازم نعمله، انا اجيب اكبر شركات اللي بتعمل خلايا في العالم. في شركات صيني فرنساوي نمساوي موجوده بتعمل خلايا، بدل ما الصين تيجي النهارده تقدمها عندي انها تعمل اللمبات الليد وتعمل الخلايا الشمسيه، اقول له انا مولانا تعالى انت هات مصنعك والمكن بتاعك ولا عند الرعب وتطلق الارض والعمال انت تضربها ونكسب احنا الاثنين، نبيع ونكسب. وانت عندك زبون مرغوب اللي هو الدوله، انت عندك في الدوله العدد الاعمده اللي موجوده في الدوله بس 193 مليون عمود. ادي انا زبون ببيع لك 193 مليون عمود اعملهم لي بالخلايا الشمسيه، عندي انذارات وعندي كليات وخلافه. يبقى انا لو عملت ده انا وفرت العمله الصعبه اللي انا بشتغل بيها. انا شغلت عماله عندي ثلاثه، انا الاسعار هتبقى رخيصه لانها بالعمله المحليه. اربعه انا استفدت وضمنت التوريد والصيانه اللي هي خدمه بعد البيع. ده الكلام اللي هو المفروض يتعمل فين بقى؟ في تنميه محور قناه السويس. بالمناسبه مصر الدوله الاولى في العالم في احتياطي الملح. الملح ده مش ملح طعام بالمناسبه بس، ده بيخش في 193 صناعه. البويات اللي بتجيب دي داخل فيها الملح. الورق الكليلكس ده داخل فيه ملح. الورق العادي داخل فيه ملح. الزراعه اللي موجوده بيرمي اللي فيكم من القرى الفلاحين او حاجه موجود بيقول لك احنا جايين رايحين نرش الملح، مش كده؟ السمات والكلام ده ما تخش في 193 دوله. مصر الدوله الاولى في احتياطي الملح. بس للاسف الشديد بنستورد كل سنه ب 3.5 مليار دولار ملح. يا نهار ابيض. طب ليه يا مولانا؟ بقول لكم ليه؟ البيروقراطيه اللي هي البغيضه. اكبر اماكن للملح في منطقه سيوا موجوده، وفيها مسلمه بالمناسبه اللي هي في سيناء، ومنطقه سيوا اللي هي طبعا مرسى مطروح. منطقه سيوا ومنخفض القطره اكبر احتياطي للملح. المحليات وزارة التنمية المحلية قالت احنا اللي بنمتلك ملاجئ الملح دي. ده نمرة واحد. ده هيئة الثروة المعدنية، لا يا بهوات الثروة المعدنية ده احنا اللي نمتلكها. وزارة الصناعة والتجارة قالت لا ده انا اللي امتلكها، انا اللي بدي تصريح للمصانع. انتوا مين انتوا؟
التلات جهات دولت اتخلقوا مع بعض رافعين على بعض قضايا من 18 سنة. الحكومة او المحكمة اصدرت قرار يبقى الوضع على ما هو عليه، مفيش ملح بيطلع عشان الخناقة اللي موجودة والشبكة اللي موجودة دي، ونضطر نستورد ملح. طب ده كلام، طب ده كلام. الصح نعمل ايه؟ امسك التلات جهات دولت عبسهم والمحي يشتغل، وبعد كده هم يحلوا مشاكلهم، وقت ما يحل يبقى تعالى يا عم، يبقى تعالى يا عم. انما هي دي الاشكاليه. يعني مصر دولة غنية، ولو قلنا غنية بايه ندي كده مثلا، مصر مساحتها مليون كيلومتر مربع، 238 مليون فدان يعني. اليابان مساحتها 300 الف كيلو يعني التلت. فرنسا 420 الف كيلو يعني 40% او 42% من عندها عدد. انجلترا 380 الف كيلو يعني 38% من مساحتها. اليابان عندها 172 مليون بني ادم، انت عندك مين؟ انت عندك بحر ابيض وبحر احمر 2500 كيلومتر شواطئ، عندك نهر النيل 1450 كيلومتر طول، 460 كيلومتر ازرع نهر النيل. عندنا 10 بحيرات طبيعيه من اكبر البحيرات على مستوى العالم، اكبر بحيره صناعيه في العالم، بحيره السد العالي، مليون ونص فدان موجوده. عندنا تلت اثار العالم في حته كده كده مرميه كده اسمها الاقصر، مرميه ورا مش حد واخد باله منها. الكعبه المشرفه في مكه المكرمه وامر الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام في المدينه، في زيهم في 193 دوله؟ يعني في واحد عنده الكعبه دي موجوده في حته ثانيه؟ لا كده؟ احنا عندنا حتتين مش موجودين في 193 دوله. مصار العائله المقدسه سيدنا مريم والسيد المسيح عليهم السلام في سينا مش موجودين في حته ثانيه. مسار خروج اليهود مع سيدنا موسى موجودين في سينا، ما استغلناهمش بالمره دي خالص. لو قعدنا نقول كده انا ممكن، عندنا احنا الدوله الثالثه على مستوى العالم في الثروه المعجنيه، لو قعدنا نقول انا مش هنقعد معاكم ساعتين كمان، نقول بس في مسائل مصر ايه. في اليابان قلنا 172 مليون مواطن، 300,000 كيلو يعني تلت مساحه مصر. اليابان الناس تقوم من النوم ياخد زلزال في دماغه، ينام على بركان في دماغ امه، دغري كل معلش. انت بتقوم من النوم تلاقي شمس وهواء وميه والدنيا حلوه برضه، واي انسان يقف في الدنيا حر شويه. يا عم ده زلزال في دماغه كل يوم، يقوم من النوم انت بتغسل سنانك هو بيتسمع وزنه زلزال؟ ما عندوش اي موارد طبيعيه. 1800 جزيره موجودين ربطينهم ببعض بالكباري. الكباري انت هنا بتيجي يعني ماشي ما فيش على الطريق على طول زي الفل، ما عندكش حاجه. شوف هم بقوا فين واحنا فين، الفرق بيننا وبينهم الاداره. هو عنده اداره علميه، انت عندك اداره ريفيه. قوله الوحيده الفرق بيننا وبينهم العلم. العلم هو الحل. احنا ما عندناش، احنا عندنا حاجات تانية بتحل اللي هو حل بالبركه ان شاء الله. طبعا ان شاء الله كل حاجه باذن الله. بس انا ممكن انه يعني انا لو واحد فعلا بتبقى النهارده الصبحين نايم بالبيجامه في السرير وجت الساعه 10 ان شاء الله هنروح الناس. طب ازاي ما يا سيدي ربنا هيسهل. ايوه سهل لك ازاي يعني، بس تقول لي اسرع ولا سهل لك وانت نايم فعلا في بيتك؟ ايه اللي هيحصل؟ فندقك فندقك مفيش حد يروح المواقف ازاي يعني؟ يبقى انت تعمل اللي عليك عشان ان شاء الله ربنا يسهل. هو ده الاخذ بالاسباب العلميه اللي موجوده، ما نتوكلش على الله. إذا احنا عندنا لو احنا تنمية محور قناة السويس يعني بننمي الست محافظات اللي موجودين، يبقى اعمل صناعة مراكب موجودة وصناعة حاويات وصناعات تجميعية موجودة وصناعات غذائية تبقى موجودة وصناعات. لو انا عملت بقى حفظ دراسة في سيناء على طول كده اقوم ضارب هناك 100 مصنع، 100 مصنع يطلع المنتجات والثروات المعدنية اللي موجودة. على الاقل كل مصنع فيه على الاقل على الاقل اللي ما فيش خالص المصنع التعبان يبقى 1000 واحد. بنتكلم في 100 ب 100,000 واحد. طيب احنا عندنا مشكله في سينا، تملي الناس تتكلم على الاقليات اللي في سينا وبدو سينا، وتبتدي الولايات المتحده الامريكيه والناس يقولوا لا احنا جايين نحمي النوبه، اهل النوبه واهل سينا. طب علشان انهي الليله دي خالص والتفكير والغي التفكير الامريكاني ده اللي موجود، وبدل ما يفضل نزناز في الدماغ نعمل ايه حضرتك؟ لو انا نميت منطقه سينا اعمل دماغي ان انا لازم من 5 ل 6 مليون مواطن يكونوا موجودين في سينا خلال 24 شهر. هنقول ازاي دلوقتي عشان والامكانيات منين والحاجه دي، عشان احنا ايه كمان لقينا الساده المسؤولين يقول لك ازاي يعني نقلهم الامكانيات؟ هنقول ازاي دلوقتي؟ رايح الناس 24 نهار وحاجه بسيطه برضه كلام فرق يعني.
لو انا عملتهم هناك حطيت 4-5 مليون في سينا، عدد سكان سينا 482 الف مواطن قاعدين على 62 الف كيلومتر اللي هو 6.2% من مساحه مصر. طيب لو انا خلطتهم دخلتهم في 4 مليون واحد، ينفع واحد بعد كده يقول لك اصل احنا وبدو سينا ولينا وعاوزين وكذا، ولا خلصت؟ الناس دي كمان خلال 3 سنوات هيقعدوا مع بعض، هيتاجروا مع بعض، هيتجوزوا مع بعض، هيسرقوا مع بعض، هيخافوا على بعض زي بتوع الليمبي كده. قال له الليمبي انتوا سارقين مع بعض، يعني ما فيش حاجه، تمام؟ هيبقوا زي كده. يبقى كمان 5 سنين محدش يقدر يقول والله ده لسينا بس والناس بدو سينا والناس دول فين ودول فين، مش هيبقوا. طب انا رميت سينا، طب انا انمي سينا وبخليها الناس دي ازاي؟ لازم اديله ميزه تكون موجوده يخاف عليها ان تمشي منها. احنا عندنا مناطق عشوائيه هنا فيها شقق موجوده، شقق 4 اوض، كل اوضه فيها 2 و3. تعالى يا عم، بدو سينا نفسهم دماغه لو انت بنيت له عماره الموبيليا مش هيقعد فيها. هو دماغه يخش كده يخلع عدسه بره الباب يقوم داخل يلاقي مقعد كبير قاعد هو والناس، جنبيه مقعد تاني وتالت في حريم نايمين، بعديه حاجه بيربط الخرفان بتاعته حته واسعه يقعد بالليل يضرب فيها الشيشة. ده دماغه في المنطقه دي، مش هقدر اغير عاداته ومش عاوز اغير عاداته، يعني مش فاضيين له، مش كده؟ 600-480 الف واحد، ندي لكل واحد فدان ارض ملك. يعني مش الراجل وعشر عياله يبقى فدان، لا، كل واحد هو وعياله كل واحد فيهم بياخد فدان، بس عمرهم خلال 6 اشهر. ابني لي بيتك اللي انت شايفه دوت واديك التراب خلال 6 شهور، يبقى ادي 482 الف فدان انا وزعتهم، مش كده؟ الناس اللي تيجي بقى من المحافظات الثانيه اللي جاي من العشوائيات قاعدين عيلتين في اوضه، كل فرد شقه موجوده لا تقل عن 150 متر، 150 جنيه جرام. بس اديله الارض مجانا، الارض مجانا هو اللي تبنيه، او اجيب شركات تبنيه. لما اكون انا عندي شقه انا قاعد في اوضه فيها 20 عيل واديني الحكومه تديني شقه فيها كذا، بالمناسبه طب اروح هناك اشتغل ايه؟ يقول له ادي المصانع اللي احنا هنفتحها في سينا وفي جنوب سينا، يبقى ادي تسهيلات للمستثمرين ياخد دولك ويفتح الكلام ده خلال 6 اشهر تبقى موجود. يبقى انا اضطريت موجود عماله، عماله معينه موجوده، موجود مصانع موجوده، زي شغل يبقى يطلع، يبقى انا اقدر انتج واحول المجتمع. الحاجه الثانيه ما تقدرش، انا خاف كل شويه من الفراغ في سينا، الفراغ في سينا اصل حماس جاي ينتج، طب ما بتوع حماس هيجوا يلاقوا ناس عاملينهم، خلصت مش هيقدر يجي، اصل اسرائيل هتخش عليا، هيجي يخش عليا هيلاقي الناس موجودين، هو دوت انا من انصار ننمي المحافظات الحدوديه، يعني اعمل 7 محافظات، وده اقتراح بعتناه يعني تسيبه باذن الله يتاخد منه، هم قالوا نبدا ب4، انا عاوز شرق الهويناك تبقى محافظه، بتضم شرق الهويناك بالكامل، تشقى بالكامل، ضرب ال40 بالكامل، النوبه تبقى محافظه، حلايب وشلاتين تبقى محافظه، وسط سيناء تبقى محافظه، سيوه تبقى محافظه، العلمين محافظه، وادي النطرون محافظه، لو انا عملت دول وقدرت اخد 15-16 مليون مواطن من الوادي والدلتا افرق فيهم وادخلهم هنا، يبقى ده الشغل الجديد. اما يجي مستثمر اديك عاوز حوافز للاستثمار، اللي هيشتغل في الحته دي هو اللي ياخد الحوافز. في حته تاني زيك زي اي واحد تاني وهبيع لك الطاقه بالسعر العالمي. هتيجي في الحته دي هديك حوافز، الارض مجانا، هعلم لك الناس، هدي ارض للعماله اللي عندك مجانا وخلافه. كده انا بشجع الناس تيجي تشتغل دولك وابقى عامل الخريطه الاستثماريه بتاعتك. لو تم الكلام دوت يبقى تنميه محور قناه السويس خلال 36 شهر على الاقصى، اللي موجود اللي جايين هتبقى ضمت ما لا يقل عن 2.5-3 مليون مواطن موجودين فيه. بس انا لازم من دلوقتي اهيئ الناس اللي موجود، الناس اللي هتروح سينا هتتعامل مع خواجات، يبقى لازم اللغه تكون عندي موجوده، المهارات تبقى موجوده، وانا نمي نفسي تبقى موجوده، يبقى لغه موجوده، تنميه مهارات موجوده، الجلب في الشغل يبقى موجود، مفيش اصلا تعبان النهارده ربنا يسهل، لا، الناس بره بتشتغل 7 ساعات يعني 420 دقيقة شغالين، فيها حاجة اسمها الجودة والمواصفات، يعني أنا أعمل البتاعة دي بالشكل ده بالكلام ده فيه، طلعت دي مش موجودة، طلعت البتاعة دي محرومة، يبقى تطلع بره الجودة اللي موجودة يبقى ما تحاسبش عليها، يبقى الراجل مرتباته تقل أو دخله إيه. هو ده العمل اللي المفروض نحطه في ذهننا خلال الفترة القادمة، وننمي من نفسنا.
وما فيش واحد يقول لك طب انا لسه اسافر الصين او ما اسافر الصين، ايه المشكله؟ احنا بنسافر بره اخر دول العالم بنشتغل. انا في الصيف كنت بسافر فرنسا وانجلترا واليونان واروح اشتغل هناك وبشتغل شغلانات احقر من الشغلانات اللي بس عشان اتعلم، وكنت بدل اتفرج كذا. بالمناسبه انا من التعليه من المنصوره من بلاد، ويعني معلش الوقت يعني يمتلك كلية عندنا، بس لما سافرت هو كان رافض المادة، فأنا شكرا خلي حاجتك معاك، أنا أعتمد على نفسي وأعتمد، تمام؟ هو ده اللي عايزين نقوله، تنمية محور قناة السويس شيء عبقري ومهم، لو أنا ما عملتوش، أولاً يبقى رباط قناة السويس بدل ما تبقى 5.5 تبقى 95 أو 100 مليار على الأقل في السنة. لان هدي الخدمات اللي موجودة واعمل الصناعات اللي موجودة. انا كده خلصت وجاهز لأي سؤال.